أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها تمكنت من السيطرة على حي الفردوس وسط مدينة الرقة بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش. وقد أوضحت مصادر بالقوات الكردية أنها تمكنت من تحرير عدد من المدنيين والاستيلاء على أسلحة وذخيرة خلفها التنظيم في المنطقة. يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن مؤخرا أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على 90% من مساحة مدينة الرقة شمال سوريا، وأشار إلى أن القتال لا يزال متواصلا ضد التنظيم الذي يتحصن في المساحة المتبقية من المدينة.